بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 20. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والآن وقد فرغنا والحمد لله من تفسير هذه الآيات من قوله تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، إلى قوله تعالى: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ونريد الآن أن نأخذ منها ما تيسر من أحكامها. فيؤخذ من هذه الآيات الكريمات حث المؤمنين على القتال في سبيل الله، لأن الله قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، بهذا الشرط: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله. وما داموا يقاتلون في سبيل الله فإن الله معهم وناصرهم ومؤيدهم. ويؤخذ منها أن القتال في الإسلام عبادة يجب إخلاصها لله عز وجل، لقوله تعالى: في سبيل الله. فلا بد أن تكون النية في القتال لوجه الله عز وجل، وفي سبيله لا في سبيل غرض آخر كطمع الدنيا أو الحمية أو الرياء والسمعة. ويؤخذ منها أن القتال في سبيل الله شرعه الله لمصلحة البشرية وليس للتسلط والظلم، وإنما هو لمصلحة البشرية، وذلك لقمع الجبابرة والطغاة من شياطين الإنس والجن الذين يسيطرون على العباد ويصادرون تفكيرهم ويصدوهم عن دين الله عز وجل ويفرضوا عليهم الكفر. فالقتال في سبيل الله لأجل مصالح البشرية، لأنقاذها من براثن الطغاة والمتجبرين الذين جعلوا أنفسهم جبابرة على البشر، يحولون بينهم وبين هدى الله وبين اتباع الأنبياء. فإن الله إذا دحر هؤلاء الرؤوس تمكن الناس من النظر والتبصر والتفكر، ومن يرغب في الخير تمكن من اللحاق به بسبب الجهاد في سبيل الله. أما إذا تركوا فإنهم يقفلون على هؤلاء الضعفاء أبواب الخير. وكم حصل في الجهاد في سبيل الله من مصالح عظيمة للبشرية، وهذا شيء مشاهد من فتوحات الإسلام. فالمسلمون إذا فتحوا البلاد نشروا فيها العدل، ونشروا فيها العلم، ونشروا فيها الأمن، وقمعوا الباطل وأهله. ولهذا يقول جل وعلا: فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. خص أئمة الكفر وهم القادة، لأنهم يسيطرون على الناس ويحولون بينهم وبين الهداية. وليس القصد من الجهاد في سبيل الله والقتال في سبيل الله تسلط على الناس أو الظلم أو طمع الدنيا، وإنما القصد منه أعلى من هذا، وما يحصل من السلطة وما يحصل من الغنيمة وما يحصل من الأموال فإنما هو ثمرة من ثمرات الجهاد في سبيل الله عز وجل.
ويؤخذ من هذه الآيات أن المؤمن يجاهد في سبيل الله طمعا في الآخرة لا طمعا في الدنيا، عكس المنافق، فإن المنافق يقاتل في سبيل الدنيا وسبيل الشيطان. المنافق والكافر قاتل في سبيل الشيطان وفي طمع الدنيا، وأما المؤمن فهو بالعكس قاتل في سبيل الله لإرضاء الله وإعلاء كلمة الله ولأجل تخليص البشرية من الطغاة والمتجبرين والمتألهين على الناس. هذه هي الحكمة من الجهاد. قال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء. فهذا فيه فتح لباب التوبة. فكم أسلم من الكفار وتابوا بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل، وأنقذهم الله من النار إلى الجنة. ولهذا جاء في الحديث: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، بمعنى أنهم يؤسرون في سبيل الله ثم يسلمون فيدخلون الجنة، ولو تركوا لدخلوا النار والعياذ بالله. وفي قوله تعالى وفي الآية أن المجاهد في سبيل الله على خير، سواء قتل الكفار أو قتله الكفار، فإن قتل الكفار فقد أراح البشرية من شرهم وطغيانهم ودينهم الباطل، وإن قتله الكفار فهو شهيد في سبيل الله عز وجل. وفيها أن أجر المجاهد في سبيل الله عند الله عظيم، عند الله عز وجل أجرا، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب سوف نؤتيه أجرا عظيما، ولم يحدده الله جل وعلا، دل على أن أجر المجاهد يكون عظيم لا يعلم عظمه إلا الله سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات أن الغرض من الجهاد في سبيل الله إعلاء كلمة الله، لأن الله سماه جهادا في سبيله، فالغرض منه إعلاء كلمة الله ونشر التوحيد وقمع الكفر. ولهذا قال سبحانه وتعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فبجهاد الكفار تمتنع الفتنة، وهي صرف الناس وصدهم عن سبيل الله، وينتفي الشرك أو يندحر الشرك، وتكون العبادة لله عز وجل، لأن الله خلق الخلق لعبادته، فإذا عبدوا غيره فإنهم قد أشركوا به وخالفوا الحكمة التي خلقهم الله من أجلها، فلذلك يدعون إلى الله، فإن تابوا ورجعوا الحمد لله، وإلا فإنهم يجاهدون إما لأجل أن يرجعوا بعدما يتأملون، وإما لأجل أن تراح البشرية من شرهم. فيها أن من أغراض الجهاد في سبيل الله أيضا تخليص المؤمنين المستضعفين من براثن الكفار، لئلا يضلوهم عن سبيل الله ويظلموهم. فإن من مقاصد الجهاد أيضا نصرة المستضعفين من المؤمنين الذين تسلط عليهم أعداء الله عز وجل وحرموهم من لذة العبادة، حرموهم من الهجرة،
حرموهم من التوحيد وإظهار دينهم، فالجهاد فيه هذا المقصد العظيم، وهو إعطاء الحرية للمؤمنين بأن يمارسوا دينهم من غير خوف من عدوهم. ثم في هذه الآيات أن ترك الجهاد في سبيل الله يسبب تسلط الكفار على المؤمنين، فإذا ترك المسلمون الجهاد في سبيل الله ذلوا وتسلط عليهم عدوهم، لأن عدوهم لن يتركهم، حتى لو تركوه لم يتركهم، وذلك لقوله تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. والواقع الآن خير شاهد على ذلك، فالكفار الآن يغزون بلاد المسلمين ويضربونها بالأسلحة المدمرة، ويقولون: هذه الديمقراطية، ونريد نشر الديمقراطية، يعني يريدون نشر الكفر، يريدون نشر الكفر، هذا هو الديمقراطية عندهم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.